أهلا بكم مشاهدينا، كيف الحال؟ ظاهرة العزوف عن الزواج هي ظاهرة لا تمس النساء فقط بل كذلك الرجال. الأسباب هي متعددة، فبالنسبة للرجال طبعا تتعدد الأسباب ما بين أسباب اجتماعية، أسباب مادية خصوصا، ولكن هناك أيضا فئة ديال الرجال اللي يعزفون عن الزواج لأسباب جنسية. اهلا بك دكتور حاتم شرفي ادريسي. اهلا عزيزه، واهلا بكل مشاهدين دوزام. الوغ كيف ما قلت في المقدمه، هي الاسباب ديال العزوف عن الزواج بالنسبه للرجال. حنا الموضوع اليوم عند الرجال، انا ملي كنتكلموا دائما على العزوف عن الزواج كنمشيو عند النساء وتنقولوا النسبه ديال النساء اللي يعني ما تزوجوش هي اكبر من الرجال، ولكن ملي كنقولوا عزوف كنربطوه بالاراده، يعني الرغبه في الزواج. هنا بالنسبه للرجال واحد العدد منهم من هاد الرجال اللي ما عندهمش الرغبه في الزواج عندهم أسباب جنسية، يعني كيفاش هاد الأسباب الجنسية؟ صديق شنو هي العلاقة ما بين العزوف عن الزواج والمشكل الجنسي؟ مشاكل جنسية، يعني شنو هي المشاكل اللي تقدر تكون سبب في أن واحد الراجل غادي يعزف عن الزواج ما يبغيش يتزوج؟ كاينين أسباب كثيرة، كنلقاو بأنه دابا مع هذا العصر الجديد أنه ديجا السن ديال الزواج بالنسبة للرجال أنه تأخر شوية، ما بقاش كما قبل أنه كيكون الزواج مبكر. هذا الزواج المبكر كان كيكون زمان دابا لأنه كاين واحد العوامل كثيرة بزاف، اللي عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل بزاف ديال الحوايج اللي كتأدي إلى أنه ذاك الشاب دابا أنه مثلا كاين اللي كتكون عنده الدراسة طويلة دونك يتزوج معطل، كاين اللي ما عندوش الإمكانيات، كاين بزاف ديال الحوايج. جات بالنسبه للاحصائيات اللي تعطات في المغرب انه بزاف ديال الرجال انه على قبل المهر ديال المراه ولا انه ما كيقدرش يتزوج، لانه كاين بعض العائلات كيطلبوا واحد الثمن اللي هو مرتفع. دونك هذا الشيء كامل الثمن الواقع ديال الكلمه شويه يطلبوا الثمن وكانها تجاره وبيع وشراء. نعم جوستومون، مادام كيطلبوا الثمن راه تجاره، هذيك ولات في البنت ديالهم، ونورمالمون راه في الدين راه الزواج تيكون غير باليوسر. حاجه سامبوليك وباليسر، باليسر يعني بالاتفاق واليسر، وماشي بالضروره يكون واحد الثمن، ولا ما كانش داك الثمن ناقص غير ب 50 درهم ما يدارش داك الزواج. سي مالوغو. دونك هادشي كامل بيان سو عاد زيد داك الشاب انه خصو يدير العرس، كاين اللي كيطلبوا بزاف ديال الحوايج انه يتحققوا في داك العرس، المهم بزاف ديال الحوايج، المعيشه اللي غاليه. نعم. باش انه يكري باش يدير كلها من دونك هادشي كامل تيخص فغيمون واحد يكون واحد ان كادر كبير باش يلاه يقدر يتواكب مع هذا العصر ويمشي معاه. دونك هذا عامل كبير اللي كيخلي سميتو، لكن كاين عوامل اخرى اللي هي اسباب جنسيه. مثلا كنلقاو السبب الاول مثلا بين الاسباب اللي هي كتكرر وكنشوف بزاف انه الشباب تيقولوها، هي انه كاين بعض الشباب اللي ما كيبغيش يتزوج على قبل مثلا تيكون عنده واحد الخوف من العضو الذكري ديالو، انه الحجم ديالو ما غاديش يكون كافي باش يقدر يدير علاقه جنسيه اللي هي راضيه بالنسبه للزوجه ديالو. دونك تيكون عنده واحد التخوف، تيقول لك ما نقدرش نتزوج لانه هو ما عارفش، لانه ما كايناش واحد التربيه الجنسيه كيف ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، انه واحد التربيه اللي هي خاطئه اللي كتعطي انه كتعطي واحد الاعتقادات وتفكير خاطئ لدرجه انه كيخلي ذاك الراجل كيحبس العلاقه الزوجيه ديالو، لانه باغي يتزوج، كاين اللي واصل عنده الامكانيات باش يتزوج، ولكن كتلقى مثلا هذا المشكل هذا تخوف. انه تخوف، تيقول لك علاش غادي نظلم، تيقولوا بحال هكا، انا تنشوف بزاف ديال الشباب تيجيو عندي للعياده اللي تيقول لك ما بغيتش نظلم معايا واحد بنت الناس. الوغ كو هو هذه الفكره شادها من عند راسه من قبل ومخليها في راسه، والفكره كتنمى ليه في الذهن ديالو وكتكبر ليه. دونك الا كتخلي انه ما كيوليش عنده مثلا كيبقاش مازال يبغي يتزوج مثلا. كاين مثلا مشكل اخر، اولا مثلا كاين مثلا الشاب اللي ما عندوش علاقه جنسيه. نعم. وتيكون عنده واحد التخوف من الزواج، تيقول لك انا عندي القذف السريع. وهو حكم على نفسه بانه عنده قذف سريع لانه مثلا كيكون عنده واحد القذف اثناء الليل مثلا الاستحلام، كيولي كيقول لك انا عندي القذف السريع ما نقدرش نتزوج، حتى مراه ما غادي تقبل عليا، ولا جبت شي مراه غادي نتكرفص عليها وغادي يكون عندي معها مشاكل وغنصدق نطلق. نعم. اذا ما يمكنلياش نتزوج. دونك هذا حتى هو مشكل اللي كيقدر يدي الى الشباب انهم ما كيبغيوش يتزوجوا، وتيوليو عندهم تخوف انه عنده الرغبه ماشي. نعم. ما عندوش، باغي ما كرهش يتزوج، ما كرهش يدير وليدات، ما كرهش يكون اسره، ولكن بالنسبه لي عنده واحد المشكل جنسي اللي هو ما قادرش يحلو، ما عارفش كيفاش يدير يحلو، وما عارفش بانه كاين سيكسولوج.
هادشي تنقول من انهم ملي تيجيو لعندي العياده عاد كيعاودوا ليا كي على المشكل اللي كتكون افكار اللي هي صحيحه ولا خاطئه. افكار خاطئه بيان سور. مثلا بالنسبه لهذا القذف السريع انه كاين العلاج ديال القذف السريع. نعم. دونك حتى الا كاع كان عندك قذف سريع اولا كتلقى الشاب ما عرفش واش عنده قذف سريع ولا لا، انه ما عندوش علاقات جنسيه ما عرفش ما عندوش فكره. وثانيا انت الا كان قذف سريع تيكون العلاج على حسب الحاله ديالو. نعم. ويمكن ليه يتزوج ويمكن ليه لانه شحال ديال الشباب اللي تيجيو من بعد تزوجوا ومن بعد كونوا اسره وشفتهم من بعد وكانوا سعيدين. منين كتجي هذه الافكار مثلا بالنسبه للشباب؟ عطيتينا هنا غير جوج ديال الاسباب، واسباب كاينه كثيره. اسباب كثيره بزاف. نعم. منين كتجي مثلا هذه الافكار؟ هذه الافكار كتجي سواء من التربيه الجنسيه اللي هي غير مفقوده، اللي هي مفقوده بليتو اللي ما كايناش. دونك شنو كيدير؟ كيمشي داك الشاب انه كياخذ المعلومه سواء من الانترنت سواء من الاصدقاء في الزنقه. دونك ملي كيمشي عند الاصدقاء في الزنقه تيعطيوه كيسمعوه تيهضروا مثلا على الجنس. دونك تيلقي حس براسو باللي هو اقل من صحابه. دونك تتكون ليه واحد العقد، وديك العقد اللي وخاصه بالنسبه كاين واحد الشباب راه خصنا نعرفوا بانه الشباب والرجال راه حساسين، كاين واحد الحساسيه راه ما نشوفوش داك لا كاراباس ديال انه شاب وقوي وتيهضر بواحد الثقه في النفس وهذه نو، راك في الداخل ديالهم كتكون عندهم واحد الحساسيه وواحد التخوف. انه علاش داك التخوف؟ لانه باغي ينجح ديك العلاقه الزوجيه. سي سا لو فيت راه الهدف هاد التخوف من الزواج راه واللي كيخلي الراجل ما كيتزوجش راه الواحد ملي كنلقاو ديغيغ شنو كاين كنلقاو بانه زوين. علاش؟ لانه راه خايف لما ينجحش ديك العلاقه الزوجيه. يعني كيخاف اكثر على الطرف الاخر. الطرف الاخر وهو طبعا تنقص من راسه تنقص من راسه وتولي الطرف الاخر بالنسبة ليه علاش غادي يظلمو كيحس براسو بحال غادي يظلم الطرف الاخر. زائد على ذلك انه دابا الشباب ولاو كيشوفوا باللي البنات ولاو عندهم طلبات ديال المتعة الجنسية ديال النشوة الجنسية. نعم. دونك تزيد التخوف اكثر عند الرجال انه ما غاديش نقدر نوصل للمتعة الجنسية ديال الزوجة ديالي. دونك هنايا ممكن تخليني، ممكن تخونني، ممكن تطلق تقول لي زعما تبغي تطلق، ممكن يوقعوا لي مشاكل معاها، ممكن تشوهني، ممكن بزاف ديال هاد الحوايج اللي تيقولوا. كنعطيك الحوايج اللي تيقولوا الشباب ديال هاد الافكار لدرجه تيقول لك بالنقص. صافي كيولي كيتهرب. شحال من واحد مثلا كتلقى مثلا كيقول لك راه العائله ديالي الام ديالي والاخوه ديالي كاين اللي تيجي تيبكي تيقول لي مثلا راه خويا الصغير تزوج وانا مازال ما تزوجتش، راني مشكله، راه كلشي تابعني، كلشي تيقول لي علاش ما تزوجتيش. كيخلق لهم واحد المشكل. هذا المشكل الجنسي اللي ما خلاش انه يتزوج اللي كيخلي ليه كيوليو عنده مشاكل، كيمكن كيمشيو للديبرسيون، كيمشيو للاكتئاب، كاين اللي كيمشيو للخدمه ديالهم ما كيبقاش يخدموا. شحال من واحد انا جا عندي كيقول لي ما بقيت كنخدم، ما بقيت كندير والو، فهمتي؟ لانه تكون عليه واحد الامبرسيون واحد الضغط واو ميم طون واحد الفكره اللي هي خاطئه. بالنسبه للمشكل الاول اللي قلت انه انا كنحاول نقول المشاكل الكبار ديال الحجم العضو الذكري اللي كيكون بزاف ديال الشباب معقدين. وكتلقاه هو انسان طبيعي نورمال عادي ولكن ما عارفش راسو عادي، فهمتي؟ لدرجه انه كحيت علاش؟ لانه كيمشيو يشوفوا افلام اباحيه، كيمشيو يقارنوا نفسهم. نعم. تيدخلوا في واحد الدوامه هادشي ديال الانترنت اللي كتاثر لهم على حياتهم. على حياتهم النفسيه وحياتهم اليوميه وحياتهم الاجتماعيه وحياتهم ديال الخدمه كذلك. نعم. دونك كتاثر على جميع المناحي ديال الحياه ديال الشخص. واش شباب مثلا من هذا القبيل تيديروا الخطوه كيمشيو عند اخصائي للاستشاره؟ حيت قلتي لي انه كيجيو عندك يعني بعض الشباب هكا وكيتكلموا على هذه المشاكل، واش كاين هاد الرغبه في تغيير هذا الواقع هذا مثلا من طرف الشباب؟ واش كيمشيو عند اخصائي واخا غير باش يسولوه ويعرفوا شنو كاين، او لا تيبقاو تيعيشوا في هذا الامر والوقت كيدوز ما تيتزوجوش تيكبروا وصافي؟ الوغ كاين جوج ديال الانواع. كاين النوع كيما قلتي اللي كيكبر وكيبقى وما كيتزوجش ويكبر ويزيد ما كيجي حتى كيوصل لدرجه ديال الاكتئاب انه صافي مابقاش قادر يواكب الحياه. لانه ملي كيمشي بهذا التراكم هو عايش هذا الضغط هذا مع نفسه والضغط ديال المجتمع كيولي، وزائد على ذلك عايش انه بانه هو غير طبيعي وعنده مشكل. ومشكل جاتو في الجنس. وهذا المشكل اللي جا في الجنس ما خلاش يكون اسره، ما عندوش اولاد، بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو هذا الشخص هذا كيوصل الى اكتئاب. كاين واحد النوع اللي ما كيجي عندك حتى كيوصل للديبرسيون، حتى كيوصل للاكتئاب. علاش كيدير الخطوه يمشي عند الاخصائي؟ كيجي حالته حاله، كيجي في واحد هو واحد ليطا وتيقول لي سنين وانا هادشي صابر عليه ما بقيتش قادر. وكاين نوع اخر اللي ملي كيحس بهادشي كيجي
كيجي كيبغي ياخذ المعلومه الصحيحه، تيقول لي راني شفت في الانترنت وشفت بزاف ديال الحوايج وما عرفتش واش هادشي صحيح ولا لا، ولكن هالفكره اللي خديت انا بغيت المعلومه الصحيحه من عندك، واش هادشي صحيح او لا، واش انا طبيعي او لا، واش ممكن ليا نتزوج او لا ممكن ليش نتزوج. شحال من واحد مثلا كيجي يدير كونسلطاسيون كيقول لي بغيت نعرف واش انا نقدر نتزوج، عندي هذه الفكره عندي هذا المشكل ولكن واش انا مؤهل للزواج ولا لا. سي اون بون شوز، هنايا جا حيد عليه واحد السنوات ديال العذاب، حيد عليه بزاف ديال الحوايج بوغ اون كونسلطاسيون، انه جا ودوز وكيقلب كنعطيوه الجواب انه بلي ما يخافش على حسب الحاله ديالو. بيان هذا ما تعنيش انه ما كاينش حالات اللي هي حقيقيه مثلا او اللي تكون فريمون واحد المشكل جنسي او لا اللي تيخلي ان الشخص يقدر يكون عنده علاقه بامراض او لا، ان الشخص ما يقدرش يتزوج ويكون عائله، ولكن هاد يعني الناس اللي عندهم افكار مغلوطه، شنو في رايك نديروا مثلا في التربيه او لا شنو الطريقه باش ان هذه الافكار هذه ما تراكمش بهذا الشكل اللي هو خاطئ عند هذا الشباب؟ الوغ هي ديجا اول حاجه هو انه بالنسبه للناس اللي متخوفين من هذه التربيه الجنسيه، انهم حيت ما كندويوش على الجنس تماما، على الاقل ما تعطوش معلومات خاطئه، ما بغيتوش تعطيو حاجات ايجابيه ما تعطوش بعدا حاجات سلبيه. نعم ديجا الا درنا بدينا بهذه انه ما نعطوش السلبي للشباب. نعم انه ولا انت يا غير قادر، انت يا ماشي راجل، انت ماشي، هذه الكلمه ديال ماشي راجل كيتسمعوها بزاف ديال الشباب اللي تيكونوا صغار، كيفاش بغيتي كيطلع؟ حنا عندنا واحد الحموله خايبه في المجتمع ديالنا، كيطلع وتدخل لي لودنيه بواحد الشكل اللي هو كبير من هو صغير، انت ماشي راجل، انت يا ما قادر على والو، انت ما غادير حتى شي حاجه. دونك هنايا كيكون اشكال كبير باش انه ديجا ما نعطيوش السلبي، نحاولوا نعطيو غير الايجابي، السلبي ما نعطيوش. دونك هنا ما نعطيوش السلبي. النقطه الثانيه هي انه مني يجي ذاك الطفل يسولك واحد السؤال هنا كيخص الجواب اوتوماتيكمون، يعني ماشي تتكبر وغادي تعرف، ماشي الا غادي نعطيو الجواب ولا على حسب السن ديالو. عطى السؤال في 10 سنين غنعطي الجواب على حسب 10 سنين، عطى السؤال مثلا في 12 عام 14 عام غنعطي الجواب ديال 12 عام 14 عام. نعم. ولكن ما نخليش ذاك السؤال اللي هو غامض نخليه غامض ونخليه بدون جواب، لدرجه انك غادي يمشي يقلب عند الاصدقاء. نعم. عند الانترنت غادي يوليو مشكل. غادي نكملوا اكثر هذا الموضوع هذا العشيه هذه، والهدف هو الوعي بانه هناك بعض الامور اللي تخص التحدث بها للاطفال ديالنا في سن معين، يعني في سن صغيره، باش ما تراكمش هذه الافكار هذه واللي تقدر يعني تغير المجرى ديال الحياه ديال واحد الشخص لدرجه انه يعزف عن الزواج لاسباب اللي هي وهميه ما كايناش. دونك للموضوع بقيه معكم مشاهدينا هذه العشيه ومع الدكتور حاتم شرفي الادريسي مباشره على امواج راديو دوزام من جوج حتى لاربعه. شكرا لكم والى اللقاء.